هنقدم اللحمة ديت مشوية على الجريلا بتتبيلة بسيطة جدا من غير بصل ولا اي حاجة، وطلعت جميلة جدا بجد، وريحتها حلوة وطعمها جميل وطرية جدا. تعالوا نشوف مع بعض انا عملتها ازاي. السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هشوي مع بعض لحمة على الجريلا كده بتتبيلة بسيطة جدا. هنا حطيت معلقتين زيت ومعلقتين خل كبار ومعلقة فلفل اسود وبهارات لحمة، وهنا هتبلها، هتبل اللحمة كده. هي تتبيلة الشاي بتبقى تتبيلة بسيطة جدا، ما بتبقاش فيهاش بصل، وتبقى تتبيلتها خفيفة قوي. هنتبلها مع بعض ونسيبها نص ساعة في التلاجة. هنا عندي الجليل سخنت، هنزل كده باللحمة. ببقى معلية النار عليها بقى 10 دقايق كده، وبعد كده بوطي النار. بتسيبيها 10 دقايق ونقلبها على الوش التاني بعد ما تاخد لون. بتقلبيها على الوش التاني، لو حسيتي ان هي محتاجة تستوي بتحطي لها ربع كوباية مية. هي ريش عموما مش بتاخد سوا يعني. هنوطي عليها النار ونسيبها. وهنا معايا اللحمة جاهزة اهي بعد ما خلصتها، طعمها جميل جدا وريحتها حلوة قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.